الناصر قاعد يدفع ذا الملايين ويشتري هالنجوم علشان يحقق بطولات ولا علشان يقتحم المحاكم؟ ما دخل. سؤال واحد ابو فهد، لو انه في لو فيه داري حكيم ما تصل كنو الى هالدرجه، ما تصل حمد الله الى هالدرجه. الله يخليك. السنه الجايه، السنه الجايه ممكن انا ادخل بكره، خلاص انت اقفل باب كنو واقفل باب حمد الله، زين السنه الجايه وش يضمن لي اني القى باب مفتوح ل تلسكا ولا فلان؟ مشكله كذا. ممكن وارد. شلون ممكن؟ وارد. انا كمشجع ابغى بطولات. انا ما ابغى شكاوي يا جماعه. كره القدم وشلون البطولات؟ كره القدم فن ومهاره وفي داخل الملعب. الناس مش في الملعب الان. انت قاعد تخلط بين لا ماني بخلط. هذا محورنا الاخير.